انصح كل الناس انها تستخدم ال ان كارانتين 3000 ده قبل التمرين، لان انا نزلت عليه. انتوا لاحظين طبعا في فرق دلوقتي بين ما كنت وبقيت يعني، بس مواظب على ال ان كارانتين لانه فعلا بيدي طاقه وفي نفس الوقت بيحرق الدهون، وده ما بقتش قادر استغنى عنه. هو مش ادمان ولا حاجه لكن الفكره انه علشان يدينا طاقه زياده نلعب ازيد. انا باخده من دكتور نوتريشن، هو اضمن حد الحقيقه يعني. انا يعني بقى لي دلوقتي كام سنه بستخدم منتجاتهم، دي اهم حاجه يعني. الكارنتين، قم بتحويل كل الدهون غير المرغوبة إلى طاقة بتناول جرعتك اليومية من لابيرفا الكارنتين 3000 ميليغرام. يستخدم الكارنتين بنجاح كبير من قبل الملايين على مستوى العالم ليساعدهم في أنظمتهم الغذائية. لابيرفا الكارنتين.